الفرق ما بين ال 30 وال 15 حلقة ايه بالنسبة لك؟ الاول كل سنه وحضرتك طيب، انت طيب والمشاهدين، وانا اسف ان انا جايبك في العيد يعني. كل سنه وحضرتك طيب وبخير وعيد سعيد علينا جميعا يا رب وعلى الامه الاسلاميه والعربيه كلها. كان عندي تجربه السنه اللي فاتت مع استاذه كامله ابو ذكري في بطلوع الروح، وكانت تجربه 15 حلقه برضو. الفرق بين التجارب ال 15 حلقه وال 30 حلقه ان ال 15 حلقه مكثفه قريبه لفيلم السينما الطويل شويه. حتى احنا من اول الورق بتاع استاذ سماح الحريري في علاقه مشروع، وانت بتقرا طول الوقت الاحداث مكثفه، مفيش تطويل، مفيش احداث بتملى بيها علشان الوقت، لا انت كل يوم في احداث سريعه ومتلاحقه تقفل الحلقه على عايزين نعرف ايه هيحصل. واعتقد ان الدراما ال 15 حلقه هي من ابطال رمضان السنه دي، لانه عندنا اكتر من 10 مسلسلات اعتقد 15 وعجبت الجمهور. فدي حاجه حلوه انه نعمل حاجه جديده، وهي مش جديده على الدراما المصريه يعني، اعتقد انه كان زمان احنا متعودين على ده، ولكن هي فرضت نفسها مره اخرى على الساحه لما نجحت السنه اللي فاتت، ويمكن قبلها كان في حاجه برضه، وتعود بقوه السنه دي. صحيح صحيح، تعود بقوة السنة دي. رد فعل الناس كان ايه؟ بصراحة رد فعل الناس مذهل على علاقة مشروع، على انه كمان مسلسل رومانسي في رمضان. دي فكرة جديدة خالص وجديدة على المشاهد في رمضان. بس هو مش رومانسي قوي يعني، هو رومانسي على بوليسي، على يعني في كذا حاجة كده في الوسط، وعلاقات هو مختلفة، اجتماعي ورومانسي. هو عمل اختلاف ما بين الستات وبقى. أنا لاحظت إن كان في خناقة حاصلة طول فترة المسلسل، يعني صحيح. تنازع، صحيح، هما مش قادرين يكرهوا ياسر جلال بس كارهين اللي بيعملوا ياسر جلال. ايوه، الستات والبنات فعلا بيحبوا ياسر جلال وحابينه في الشخصيه، بس هو مش حابين فكره الجواز التاني. وهي فكره برضه، فكره الجواز التاني فكره مش مستحبه عندنا كمصريين يعني، من ايام الفراعنه اعتقد ان الزوجه الواحده هي الافضل بالنسبه لطبيعه الشعب المصري.